نزل بسرعة رجع. اخترت الملك عروة مدينة جيبلة لكونها أرض طيبة وخصبة، بنفس الوقت الرعاة والشعب اللي كانوا بداخل المدينة هذه استقبلوها بالعسل والسمن والكباش والورود والزهور، فقالت العيش من الله خير، هذا يكون مكان العيش وصنعاء مكان الجيش، فكانت عاصمتها مدينة جيبلة. عندك المقام حق الملك عروة، كان خطيب الجمعة يخطب من المنبر والملك تحضر. سنة والجزء هذا يحتوي على 3 أجزاء من 10 مجلدات، وكل مجلد يحتوي على 3 مصحف. جبلة تعجبني من لأنها مدينة أثرية أولا، ثانيها بنايتها العجيبة، وأيضا يعني يعجبني أنها كانت مهتمة بالدين، فالمساجد كثيرة في جبلة، وأيضا أنها يعني تذكر الإنسان بأن هذه الدنيا ثانية، مهما الإنسان يعمرها ويعمرها مكانته سيرحل عنها. الله فضل.